كنت داخل سنترال يا جماعة عشان أشوف سكرين لتليفوني، ما كنتش لاقي سكرين خالص لتليفوني. دخلت السنترال عشان أسأله في سكرين ولا لأ، تمام. فلقيت كده الراجل بياخد تليفوني فبيقول لي ما فيش سكرين كده ببرود، ماشي. فالصراحة اتعصبت منه، خدت التليفون بتاعي ولقيت التليفون ده جنبي، رحت سحبه، تمام، حطيته في جيبه وقمت جاي ماشي، تمام. فقمت جاي رايح محل تاني عشان أبيعه، تمام. فلقيت لك بقى ايه، لقيت الراجل ده ماشي، فبسأله التليفون ده بكام، بسأله التليفون ده بكام، بيقول لي التليفون ده بتاعك، قلت له اه، قلت له انت جايبه منين يعني، قلت له بتاعي يعني، ماشي. فلقيته كده الراجل طب عليا بيقول لي التليفون ده بتاعي، ماشي. قلت له لا ده بتاعي انا مش بتاعه، ماشي. فقعد يقول لي بقى هات التليفون، ما هات التليفون، لا قلت له التليفون ده بتاعي انا مش بتاعك، تمام. فقلت له هات التليفون، مش بتاعك التليفون ده، تمام. فقعد استفزوني كده كتير، تمام. فلو كنت عايز التليفون بتاعي ومرضوش يدهوني، تمام. فبقول ده تليفوني، ده تليفوني. فاخر ما اتعصبت منهم رحت رازع التليفون في الارض، تمام. قام جايين اللي هيتعصبوا عليا بقى ورايحين يضربوني، وانتظروا بقى اللي حصل في الجزء التاني.